عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة دروس رياضيات نهضة أونلاين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ ربنا يكون بخير. النهارده ان شاء الله استكمال من كورس الهندسة اللي احنا بدأناها من الصفر. النهارده تقريبا نفس الصفة هنبدأ نتعلم حاجة جميلة جدا جدا، وحاجة معظم الناس بتقرا ما بتعرفش تفرق ما بينها، وهي ازاي تقرا الزاوية. يا مستر بيتر احنا خدنا الزاوية تقريبا في أول حصة أو ثاني حصة. لا، النهارده هنركز معايا درس سهل وبسيط ومشكلة بالنسبة لبعض الطلاب. يلا بينا نبدا عشان ما نقولش عليكم على بركه الله. اول حاجه طبعا كلنا عارفين الزاويه عباره عن اتحاد شرايين من نفس نقطه البدايه، وخدناها طبعا في تقريبا اول حصه. الناس اللي ما تابعتش الكورس من الاول ترجع له وتحاول تتابعه من الاول عشان كله شغال بالترتيب. اول حاجه لو قلت لك اقرا لي الزاويه اللي قدامك دي، هتقول لي سهله جدا، ده ليها كذا طريقه ممكن اقراها بيها. قلت لك قول لي هم. اول حاجه واحد طبعا علامه الزاويه، كلنا عارفين ان دي علامه الزاويه، علامه الزاويه كده، وممكن تبقى بالشكل ده مفيش مشكله. تمام؟ هنا لو قلت لك ايه ممكن تقول لي زاوية A B C، وكاتب كده A B C، مفيش مشاكل. طب واحد تاني يقول لك لا، انا هقول زاوية C B A، اقراها من الناحية دي، زاوية C B A، قلت له مفيش مشاكل. واحد قال لك لا لا لا، انا هاخد رأس الزاوية بس، رأس الزاوية اللي هي B، تمام؟ وهو لأن الزاوية دي عبارة عن زاوية B. قلت له طب ما تافهه جدا وبسيطه جدا جدا، طب ما استاذ ما هو الدرس كده في حاجه صعبه يعني؟ لا، ركز معايا في اللي جاي بقى، دلوقتي هتتلخبط كتير جدا جدا، وركز وشوف نفسك هتحل صح ولا غلط. طيب تعالى نبدا كده، شايف الشكل اللي قدامك ده؟ اقرا لي زاويه رقم واحد، اولا حدد لي زاويه رقم واحد، الزاويه رقم واحد اهي دي. طب تمام يا استاذ، طب زاويه رقم واحد اقراها ازاي؟ واحد قال لي مستر، قلت له اتفضل، قال لي دي زاويه بي، قلت له غلط، ليه؟ يا استاذ ما هي بي، الراس بتاعها بي. لا خلي بالك، انت الزاويه، طب بي انت تقصد بيها مين؟ دي واحد ولا اثنين؟ انا بقول لك اقرا الواحد، اللي بكل بساطه لما تيجي تقرا في اي زاويه حدد الضلعين بتوعها، حدد الضلعين بتوعها، اول خطوه لما تيجي تقرا اي زاويه حدد الضلعين، الزاويه محددها لك حدد الضلعين، انا الزاويه هي رقم واحد، حدد الضلعين بتوعها، الضلع الاول اهو والضلع الثاني بتاعها اهو، دول الضلعين بتوعها، يبقى تقرا من الاضلاع بتاعتها، الاضلاع بتاعتها ايه؟ وبعدها بي، والضلع التالت اهو دي، يبقى الزاويه دي اسمها زاويه اي بي دي، زاويه ايه؟ اي بي دي. خلي بالك، خلي بالك يا دكتور من النتيجه، دي زاويه اي بي دي. يا استاذ يعني ما ينفعش اقول بي؟ لا ما ينفعش تقول بي، لان دي مقسومه لجزئين، مقسومه ايه؟ لجزئين. هنا قلت لي بي، طيب يا استاذ هنا ما فيش مقسومه عشان زاويه كامله، ما فيش مشاكل، لكن هنا ما ينفعش تقول دي زاويه بي، يبقى تحدد الضلعين ده وده وتمشي عليهم اي بي دي. طب اللي فهمت كويس هات لي زاويه اثنين، زاويه اثنين اهي دي، زاويه اثنين حدد الضلعين بتوعها، الضلع الاول اهو والضلع الثاني اهو، امشي معاها سي بي دي، يبقى دي زاويه سي بي دي. عايزك توقف الفيديو بقى وتجيب لي زاويه ثلاثه، جيب لي زاويه ثلاثه وخلي بالك، زاويه ثلاثه اهي، الزاويه دي. واحد هيقول لي وقفت الفيديو، وقف الفيديو وحاول. طيب زاوية ثلاثة هنا يا واحد يقول ايه؟ يا استاذ دي زاوية ام، اقول لك زاوية ام ازاي يعني؟ يعني قصدك ام هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ قال لا، انا قلت لك اتفقنا مع بعض لما تيجي تقرا اي زاوية حدد الضلعين، الزاوية رقم ثلاثة دي الضلعين بتوعها ده وده، يلا ابدا بقى اي ام بي، يبقى ممكن اقول ايه؟ زاوية اي ام مين؟ بي، طبعا هنا بي. واحد قال لك طب يا استاذ لو قلتها بي ام اي عادي؟ ايوه عادي مفيش مشكلة، اي ام بي او بي ام بي بس ما تقولش ايه، تمام؟ تمام. طب تعالى نفهم اكتر، زاويه اربعه، زاويه اربعه يعني بص الملاحظه دي عامل لك خط على الزاويه كلها، يعني انا عايز ده كله ده كله. واحد قال لي يا استاذ معانا خلاص انا عرفتها، حدد الضلعين ده وده، يبقى سي دي اي. واحد قال لي خلاص طب انا ممكن اقول اي دي سي، تقول صح. واحد قال لي هو يا استاذ ينفع اقول زاويه دي في دي؟ قلت لك ينفع، اشمعنى دي ينفع؟ لان دي انا حددت لك الزاويه كلها، حدد الزاويه ايه؟ كنا بص هنا كنت محدد لك ايه؟ جزء بس من الزاويه، لكن انا بص انا عامل لك شرط عليها كلها، يعني محدد لك الزاويه كلها، يعني ممكن تقول زاويه دي عادي، زاويه ايه؟ دي، يعني في رقم اربعه ممكن اقول زاويه دي؟ ايوه ممكن تقول زاويه دي، وممكن تقول زاويه ايه؟ دي سي او سي دي ايه، تمام؟ طب تعالى كده رقم خمسه، رقم خمسه اهي، هل محدد لك الزاويه كلها ولا جزء منها؟ لا ده جزء منها، يبقى حدد الضلعين ده وده، تمام؟ يبقى انا اروح يلا نقرا الضلع الاول بي، بعد كده سي A B C A، أو ممكن A C B براحتك، يبقى زاوية A C B، يا رب تكون فهمناها كويس. آخر زاوية معانا كده ياخد وصلنا الدرس بتاعنا، رقم 6، زاوية 6 أهي، زاوية 6 أنا محددها كلها ولا جزء منها؟ جزء منها، يبقى في الحالة دي تاخد إيه؟ حدد الضلعين، الضلع الأول أهو والضلع الثاني أهو، يلا كده يلا نقراها C A D
سي اي دي او دي اي سي براحتك. يبقى سي اي دي مثلا بنساوي سي اي دي. ويا رب تكون فهمنا الحصه كويس، حصه سهله وبسيطه جدا جدا. خلصت خلص دي حصه دي التاسيس، طبعا بالنسبه لنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا. طبعا هجيب لك واجب بسيط كده حاطط حلو، الواجب هو قدامك بيجيب لك البساطين اي بي سي دي، وجايب لك هات لي زاويه واحد زاويه اثنين زاويه ثلاثه يا رب، وقول لي دي زاويه اثنين زاويه اثنين زاويه مين الحل هيظهر قدامك. بس ما تنساش طبعا خلصت خلصت الحصه تعمل لايك للفيديو وتعمل لايك بتاعهم عشان يوصلك كل الفيديوهات. تشوفوا على خير ان شاء الله، لو بتدوس لي بس ايه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتكملوا الكورس اللي معاك. تشوفوا على خير، بحب تكسب في الرياضيات ان شاء الله تبقى ممتاز جدا جدا، والكورس الجاب شغالين فيه، كورس هندسه شغالين فيه، وان شاء الله كلنا هنبقى متميزين جدا جدا في الرياضيات. تشوفوا على خير حبايبي الشباب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.